السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل بنك الأسئلة كتاب الامتحان مراجعة نهائية على الفصل الثالث. إحنا في صفحة 64، السؤال رقم 44. محول كهربي كفاءته 96%، يتصل به 10 أفران كهربية متصلة على التوازي، تعمل كل منها على فرق جهد مقداره 220 فولت، ويسحب كل منها تيار شدته 15 أمبير، فإن القدرة الكهربية المستهلكة في الملف الابتدائي تساوي. طيب هنتخيل إن إحنا عندنا المحول الكهربي، إحنا عارفين إن الملف الابتدائي بيتصل بالماستر والملف الثانوي بيتصل بالجهاز. هنا عندنا كم جهاز متوصل بالملف الثانوي؟ 10 أجهزة، 10 أفراد. طبعا الرسمة 3 لأن مش معقول هرسم 10 أفراد. الأفران دي متوصلة على التوازي. المسألة دي بتقيس حاجتين، اول حاجه تعرف ان انت عارف قانون الكفاءه ولا لا. الكفاءه الايتا بتساوي الباور عند الملف الثانوي على الباور عند الملف الابتدائي في 100. الحاجه التانيه اللي عايزه توصل لها المساله ان انت تبقى فاهم اصول التوصيل على التوازي. في التوصيل على التوازي فرق الجهد ثابت والتيار هو اللي بيتجزأ، فلما يقول لك تيار كل فرن من دول يعني قال لك ان التيار حوالي 15 امبير، يبقى كل فرن من دول هيعدي فيه 15 امبير، يبقى تقدر تجيب التيار الكلي. التيار الكلي هيساوي تيار كل جزء في عدد الافران، يعني هيبقى عندنا الاي اس. ليه سميتها اي اس؟ لان احنا اتفقنا ان الافران الاجهزه بتتوصل بالملف الثانوي، وبالتالي التيار الكلي قبل ما يتجزأ عليهم هو هعتبره اي اس. فالتيار الكلي عبارة عن تيار كل فرن في عددهم يعني 150 أمبير، ده التيار اللي هو في الملف الثانوي. وفرق الجهد في التوصيل على التوازي ثابت، وفرق الجهد للأفران هو فرق الجهد في الملف الثانوي، لأن زي ما احنا قلنا إن الأجهزة بتتوصل بالملف الثانوي اللي هي 220 فولت. نبدأ بقى نعوض في القانون إن إحنا عندنا الإيتا بستة وتسعين في المية، يبقى 96/100 هتساوي الباور عند الإس يعني في إس أي إس على الباور عند البي اللي هو طلبه. طيب ماشي، ليه ما كتبتش 100؟ لأن 100 إما أكتبها هنا إما أكتبها هنا، فأنا كتبتها مرة خلاص. يبقى نقول 96/100 بتساوي الفي إس بكام؟ الفي إس ب220 والاي اس بكام؟ ب150 على الباور عند الملف الابتدائي. وبالتالي احنا نقدر نحسب الباور عند الملف الابتدائي هيبقى حوالي 34 × 10^3، يعني 3.4 × 10^4. ادور في الاختيارات الاقي عند الاختيار رقم د 3.4 × 10^4. نشوف السؤال اللي بعده. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار المار في الملف اللولبي والزمن، فإذا علمت أن معامل الحث الذاتي للملف ال بيساوي 60 ملي هنر، يعني 60 × 10^3، فإن القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في الملف. عايزين الـ EMF. الـ EMF بتساوي سالب L في دلتا I على الدلتا T. طيب احنا عشان نجيب الـ EMF، الـ L عندنا ب60 × 10^3، ماشي. الدلتا اي على الدلتا تي فرق الصادات على فرق السينات، وطبعا الخط ده عامل زاويه منفرجه مع المحور الافقي، اذا الميل هيطلع بالسالب. نجيب الميل عشان نعوض في المساله ونحسب الاي ام اف. الميل بقى هنقول عباره عن احنا بادئين من 4 وانتهينا عند الصفر، يعني هنقول 0 ناقص 4. هنبص على محور التيار هنلاقي مش محتاج تحويل. طيب هنا بادئين من 0 ومنتهين عند 10، يبقى 10 ناقص 0 بس الكل ده بالملي، يبقى هضرب في 10^3. يبقى انت عندك فوق في البسط 4 وتحت 10 في 10^3، يعني تطلع 4 من 10 × 10^3. نيجي هنا مكانها اهو دلتا اي على الدلتا تي، 4 من 10 × 10^3. 10^3 تروح مع 10^3، والعلامة تروح مع الصفر، وطبعا الناتج ده هيبقى بالسالب. الناتج ده هيبقى بالسالب لأن احنا بنقول 0 ناقص 4، يبقى هيطلع بالسالب، والسالب هنا هيروح مع السالب،
وهتبقى الستة مضروبة في الأربعة، أربعة في ستة بكام؟ ب 24 فولت. ندور في الاختيارات نلاقي الاختيار رقم جيم. السؤال اللي بعده، إذا قال لعدد لفات ملف الدينامو إلى النصف وزادت السرعة الزاوية إلى الضعف، فإن القوة الدافعة الكهربية العظمى. الـ EMF ماكس بتساوي إب أوميجا. طيب عدد اللفات هيحصل له إيه؟ إحنا دلوقتي بنقول إن الـ A مش هيحصل لها حاجة ولا الـ B مش هيحصل لها حاجة. طيب عدد اللفات، قال لي إذا قل عدد لفات ملف الدينامو النصف، نشيل عدد اللفات ونكتب نصف. طب والسرعة الزاوية، قال لي السرعة الزاوية زادت للضعف، يبقى هشيل السرعة الزاوية واكتب الضعف. يبقى أنا بكتب اللي حصل لهم حاجة بس، أما اللي ما اتغيرش بحفظ مكانه بواحد. الاتنين هتروح مع الاتنين وهيدنوا المقدار بيساوي واحد، ده معناه إنها تظل ثابتة. الاختيار رقم ج. السؤال رقم 47، سلك مقاومته R شكلها على هيئة حلقة. كلمة حلقة يعني عدد اللفات بواحد. مساحة مقطعها، يبقى معايا مساحة المقطع 13.5 سنتيمتر مربع، يبقى هنضرب في 10 أس سالب 4 عشان نحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. وضعت داخل مجال الكثافة الفيض 7/10، يبقى البي ب7/10 واتجاهه عمودي على مستوى الحلقة، فإذا تلاشى المجال يبقى الدلتا بي حدثت في، أو الدلتا حدثت في البي. يعني الدلتا بي عبارة عن 0 ناقص المجال الأولاني اللي هو عبارة عن 7/10 تسلا، يبقى كان 7/10 ودلوقتي تلاشى بقى بصفر. الزمن دلتا تي بزمن قدره 8/10. تمام. استهلكت قدرة كهربية في الحلقة قدرها 7/10 أس سالب 4، يبقى احنا عندنا القدرة كان 7/10 أس سالب 4. تمام. وهذا يعني ان مقاومة السلك بتساوي كام؟ عايز مقاومة السلك، ممكن نبدأ من المطلوب. احنا عندنا الباور بيساوي في تربيع على ار، يبقى لو انت عايز الار هتبقى الار بتساوي في تربيع على الباور. يبقى انا هجيب الفي، الفي المستحثة اللي اتوجدت في الملف، واربعها واقسمها على القدرة اللي عندي، يبقى انا اوجدت الار. عشان اجيب الام اف المستحثة، ام اف المستحثة بتساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي، يبقى الام اف بتساوي ادي السالب عدد اللفات بواحد، والدلتا فاي عبارة عن A في دلتا بي على دلتا تي. الـ A بكام؟ ب13.5 × 10 أس سالب 4. طيب والدلتا بي بكام؟ ب0.7. خلي بالكو الناتج كده هيطلع بالسالب، والسالب هيطير مع السالب، على الدلتا تي اللي هي 8/10. تطلع الـ EMF قيمتها 1.18 من 100، 1.18 من 100 في 10 أس سالب 3 فولت، يبقى 1.18 من 100 في 10 أس سالب 3 فولت. طيب نبدأ بقى نجي نعوض في القانون اللي احنا توصلنا له. طبعا ليه انا اخترت القانون ده؟ عشان احنا هنجيب في المستحثة دلوقتي. طيب يبقى انا هقول ان الار بتساوي الفي تربيع، هربع المقدار ده، 1.18 من 100 في 10 أس سالب 3 الكل تربيع، على الباور، الباور كانت قيمتها 7/10 أس سالب 4، هيطلع الناتج بحوالي 2 من 1000 أوم. أدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ب، 2 من 1000 أوم. السؤال رقم 48، الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في الملف في دينامو بسيط وزاوية الدوران خلال نصف دورة، مبتدئا من وضع الصفر، فإن القوة الدافعة الكهربية اللحظية بعد دوران الدينامو 150 مبتدئا من وضع الصفر تساوي إيه؟ طيب إحنا معانا زاوية، هو طالب مني الـ EMF اللحظية بعد الدوران. يا ترى لما بيجي يدور الملف الدينامو، لو دار من الوضع الصفر بناخد زاوية الدوران زي ما بيقولنا عليها بالظبط، وهنا زاوية الدوران ابتداء من وضع الصفر، يبقى إحنا هنعترف بالزاوية 150 وهنتعامل معاها. يبقى الـ EMF انست بتساوي EMF ماكس ساين 150، يبقى الدوران من وضع الصفر هيسمح لنا ان احنا ناخد زاويه 150. طب ايه اللي ناقص عشان نجيب الـ EMF انست؟ يكون معايا الـ EMF ماكس. طب الجأ للرسمه يمكن احصل منها على معلومات، هلاقي معايا EMF، هي مش EMF ماكس ولكن EMF الزاويه اللي قصادها بباي على 4. عارفين يعني ايه باي على 4؟ يعني 180 على 4 يعني 45.
يبقى مين الاي ام اف اللي بتبقى زاويتها 45؟ الاي ام اف افكت. يبقى احنا عندنا الاي ام اف افكت ب 220، واحنا عندنا الاي ام اف افكت بتساوي اي ام اف ماكس على جذر 2. يبقى الماكس احنا عايزينها، يبقى الاي ام اف ماكس هتساوي اي ام اف افكت في جذر 2. طب واحنا قلنا الافكت بكام؟ ب 220. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الماكس عبارة عن 220 في جذر 2. 220 في جذر 2 ده هي الافكت في جذر 2 في ساين 150. هتطلع الزاوية حوالي 155.5 فولت، يعني تقريبا 156 فولت. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ج 156. نشوف السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح شكل جهد الدخل لمحول خافض للجهد، فيكون شكل جهد الخارج ايه؟ اولا ده محول خافض، يبقى لازم اذا كان جهد الدخل 12 يبقى جهد الخارج اقل. ابص على الرسمه ده الاقي جهد الخارج 18، ده كده يبقى رافع. لا، هو قال لي ده محول خافض، يبقى المفروض انه يقل عن ال 12. طب ابص على رقم ج الاقي عند 6، فعلا كده اقل من ال 12. طب ابص على ب الاقي مازال عند ال 12، ما ينفعش. طب ابص على الف الاقي مازال عند ال 12، ما ينفعش، لازم الجهد يقل. يبقى ما عنديش حد قال لي ان الجهد قل غير ج. طب اشمعنى ليه رسم لي الرسمة معكوسة؟ لأن بيبقى المحول بيبقى عنده فرق في الطور حوالي قيمته 180 درجة. طبعا ده مش بيبقى أكيد في كل المرات، بس الغالب في معظم المسائل إن بيكون جهد الخارج يفرق في الطور عن جهد الدخل ب 180 درجة، فبالتالي الرسمة لازم تطلع معكوسة مع الحفاظ على القيم. إذا كان خافض يبقى الفي أقل، وإذا كان رافع يبقى الفي أكبر. يبقى انا هختار الاختيار رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل سلك مستقيم AB يتحرك في مستوى الصفحة على قضيبين معدنيين عموديا على المجال، فيتولد في السلك تيار كهربي مستحث من الطرف A الى الطرف B. يبقى هو حدد لي ان التيار فيه تيار مستحث هيجي بدون بطارية، هيمشي في السلك من A الى B. عايز اتجاه حركة السلك، عايز اتجاه الحركة، وعايز العلاقة بين جهد النقطتين A و B. طيب إذا كان السلك ده تولد فيه تيار مستحس، السبب؟ السبب إن السلك ده قطع مجال متغير، تمام. السلك ده بقى في الحالة دي يعتبر مصدر، يعتبر مصدر، وبالتالي التيار بيمشي في المصدر من الجهد الأقل للجهد الأعلى. يبقى هو ماشي كده، يبقى ده جهده أقل، ورايح كده يبقى ده جهده اعلى. طيب خارج المصدر؟ لا، لو هيخرج بره المصدر هيمشي من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل. يبقى النقطه دي مهمه، انا هعتبر السلك مصدر والتيار جوه المصدر زي البطاريه مثلا بيمشي من الاقل الى الاعلى. طب وخارج السلك؟ خارج المصدر يمشي من الجهد الاعلى الى الجهد الايه؟ الاقل. يبقى احنا عرفنا هو بيسالني عن بي وايه، يبقى جهد بي، جهد البي اكبر من جهد A، يبقى ال V B تعتبر أكبر من V A A. تمام ماشي. عايزين بقى نحدد اتجاه حركة السلك، يا ترى القوة اللي هتأثر على السلك. احنا دلوقتي تيار مستحث، يبقى ده فصل ثالث. يبقى أنا بستخدم قاعدة فيلمنج لليد اليمنى، عندي المجال عمودي على الصفحة والتيار في هذا الجانب، إذا سوف يتأثر بقوة إلى داخل إلى الأسفل يعني. يبقى احنا هنقول هيتأثر بقوة لأسفل. نشوف الاختيارات، هنلاقي الاختيار رقم ج ان هو اتحركت السلك الى اسفل الصفحة، وان ال في بي هي الاكبر من ال في اي. السؤال رقم 51. ملف حث طويل عدد لفاته ان، ومعامل حثه الذاتي ال بتساوي 1 هنري. عندما يمر بهذا الملف تيار كهربي شدته 2 امبير، يبقى الاي بيساوي 2 امبير. تولد فيض قدره الفاي ام بتساوي 4 × 10³ وبر. عايز عدد اللفات. طبعا احنا هنستغرب ليه، لان المفروض ان الاي ام اف هستخدم قانونها اللي هو سالب ال في دلتا اي على الدلتا تي. هضطر استخدم القانون ده عشان معايا معامل حث ذاتي، بس القانون ده مفيهوش عدد لفات، وهو طالب عدد اللفات. هنا هستبدل الاي ام اف
بالقانون اللي هو بيقول ان في دلتا فاي على الدلتا تي واقول يساوي، بس خلي بالكوا سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي هتساوي سالب ان في دلتا اي على الدلتا تي. السالب هيروح مع السالب والدلتا تي هتروح مع الدلتا تي، يتبقى لي الان المجهوله في الدلتا فاي فاي ام ب4 في 10 وسالب 3 بتساوي ال بواحد والتيار ب2. يبقى احنا عايزين ال ان يبقى البعيد على القريب 2 على 4 في 10 وسالب 3، هتطلع حوالي 500 لف. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم جيب 500 لف. هنيجي للسؤال رقم 52، حاول اظهر لكم السؤال وبعدين نبدا نحله. شكل بيان المقابل يمثل العلاقة بين الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف دينامو بسيط والزاوية بين اتجاه المجال ومستوى الملف خلال دورة كاملة، فيكون الشكل المعبر عن العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحسة في ملف الدينامو وزاوية دوران ملف الدينامو هو ايه؟ طبعا المفروض ان احنا عندنا الرسمة الاختيارات التلاتة رسم لي العلاقة بين الاي ام اف والسيتا، الاي ام اف والسيتا، الاي ام اف والسيتا، مديني اربع اشكال. طيب ازاي احول الفاي ام لاي ام اف؟ ازاي احول الفاي ام لاي ام اف؟ احاول احولها يعني لوحدها واشوف مين الرسمه اللي هتتوافق معايا. تمام، يبقى احنا هنرسم العلاقه اللي بين الفاي ام والسيتا، وهنعمل ايه بقى؟ هنقول ان الاي ام اف، الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، يعني الاي ام اف مين يمثلها؟ الدلتا فاي على دلتا تي، يعني لو جبت الدلتا فاي على دلتا تي، طبعا السيتا هنا هي السيتا او التي، لان السيتا عباره عن 2 باي اف تي، تمام، كل دول ثوابت. يبقى احنا هنقول ان العلاقه برضو بين الفاي ام وتي، انا جبت الميل يبقى انا جبت حولتها لاي ام اف. طب اجيب ميل الشكل ده ازاي؟ طبعا احنا بنجيب ميل الخط المستقيم، وده كيرف ما هوش خط مستقيم، فالخطوه اللي احنا هنعملها هنيجي هنا نعمل مماس، وهنا مماس، وهنا مماس، وهنا مماس، وهنا مماس، ونذكر ميل كل مماس كتابه. الاول لازم تبقوا عارفين ان الخط لو هو افقي بالمنظر ده، ده هذا الخط غير مائل، ده كده مش مائل، لو سالت ميله بكام؟ ميله بصفر، لكن لو بدا يصنع زاويه مع الافقي يبقى بدا يميل واصبح له ميل. يبقى الخط اللي بالمنظر ده كده، ده كده ميله بصفر، اما الخط اللي بالمنظر ده ميله قيمه عظمى. يبقى انا هجيب ميل المماس عشان خاطر اعبر عنه بالام اف، الخط ده كده ميله قيمة عظمى، قيمة عظمى. طيب الكيرف طالع يبقى قيمة عظمى موجبة. طيب والخط ده ميله ايه؟ ميله صفر. طب والخط ده، الخط ده ميله ايه؟ قيمة عظمى بس الكيرف نازل سالبة. طب والخط ده ميله ايه؟ ميله صفر. طب والخط ده ميله ايه؟ قيمة عظمى، وعندي الكيرف طالع يبقى ده قيمة عظمى موجبة. طيب ماشي، اجي بقى عند النقطة احققها، يعني الكلام ده عايز احققه، بس انا عندي القانون بيقول ام اف بيساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، يعني بعد ما تجيب الميل حاول تراعي سالب لينز. طيب هنا الميل قلت لي الاول، تعالوا كده نشوف الخطوط اللي هنمثلها بالام اف، انا هعتبر النقطة دي بتمثل الصفر، والخط ده هيمثل القيمة العظمى الموجبة، ده خط في الموجب، في خط كمان اهو ده هيمثل القيمة العظمى السالبة. يبقى أنا عندي الخطوط بتاعة الرسم البياني، هنا الصفر، هنا القيمة العظمى الموجبة، هنا القيمة العظمى السالبة. تعالوا عند النقطة دي، أنت بتقول لي هنا إيه؟ قيمة عظمى موجبة. طيب وسالب لينز هيخليها قيمة عظمى سالبة، أنزل بإيدي كده في وضع رأسي وأروح أسجل النقطة دي قصاد القيمة العظمى السالبة أهو. طيب هنا الميل ايه؟ هنا مفيش ميل، الميل بصفر، يبقى انزل كده في اتجاه رأسي اسجل النقطة دي انقلها بس عند الصفر، ده كده احطها هنا؟ لا، دي القيمة العظمى الموجبة، امال فين؟ هنا، ده مكان الصفر. طيب الخط ده مكتوب عليه ايه؟ قيمة عظمى سالبة. طب وسالب لينز هيخليه قيمة عظمى موجبة، انزل كده في اتجاه رأسي واسجل النقطة عند القيمة العظمى الموجبة.
طيب هنا الخط ده ايه؟ ميله مكتوب صفر، يبقى انا هنزل من عند النقطة دي في اتجاه رأسي ادور النقطة عند الصفر. هنا لا، هنا العظمى الموجبة، هنا اه هنا الصفر. طيب هنا، هنا قيمة عظمى موجبة، انزل كده في اتجاه رأسي وادور النقطة عند القيمة العظمى السالبة. ليه؟ لان سالب لينز، سالب لينز هيخلي العظمى الموجبة تبقى عظمى سالبة. هوصل الخط كده كده، هتبقى هي دي الرسمة الخاصة بالاي ام اف. بس هبص في الرسم هنا مش هلاقي ولا رسمة من الرسومات دي، على العلم ان الكتاب مختار الرسمة رقم ب على اساس ان هو ما رعاش سالب لينز، يعني القيمة العظمى الموجبة سابها قيمة عظمى موجبة، والقيمة العظمى السالبة سابها سالبة، والقيمة العظمى ما استخدمش هنا سالب لينز. ففي الحالة دي هيختار الاختيار رقم ب، لكن مع مراعاة سالب لينز يبقى المفروض الرسمة زي ما احنا قلنا عنها انها هتبدأ بالشكل ده. هتبدأ يعني مثلا هنعتبر الخط كده، هتبدأ كده وتبقى بالمنظر ده. تمام؟ طيب نكمل بقية الأسئلة. السؤال رقم 53، الشكل المقابل يوضح إطار معدني مربع طول ضلعه 20 سنتي. طبعا كده أقدر أجيب المساحة 20 في 20، بس ما انساش أضرب 10 سالب 4 موضوع، بحيث يكون مستواه عمودي. لما يكون مستوى الملف عمودي بتبقى الفاي إم قيمة عظمى في كثافة الفيض 4/10، فعند دوران الإطار في الاتجاه الموضح بالشكل هيصبح المستوى موازي. لما هيبقى موازي يبقى الفاي إم هيبقى بصفر خلال زمن 8/100 ثانية، فتكون القوة الدفع الكهربية المستحثة المتوسطة قيمتها كام واتجاه التيار قيمته كام. نجيب الـ EMF، هنقول سالب N في دلتا فاي على دلتا T، ادي السالب. عدد اللفات هو قال لي إطار، يبقى عدد اللفات بواحد. الدلتا فاي عبارة، الدلتا فاي دي عبارة عن A في دلتا B ماشي على الدلتا T. طب نجيب المساحة، المساحة 20 في 20 في 10 أس سالب 4. طيب في الدلتا بي قال لي هيبقى موازي، يعني ساعتها كثافة الفيض هتبقى بصفر، يبقى صفر ناقص 4/10 على 8/100. طيب ماشي، ساعتها بقى هنحسب الحسبة دهيا، هتطلع معانا 2/10 فولت. تعالوا بقى للرسمة، الرسمة اهي، ادي الاطار وموجود في مجال اكسات. تمام، لما هيدور من الوضع العمودي يروح للوضع الموازي، يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل للفيض؟ الفيض هيتناقص، هيقل. طيب الاطار هيعمل ايه لما يلاقي الفيض بيتناقص؟ هيعمل ايه لما يلاقي الاكسات بتقل؟ هيقرر ان الاطار دون انه يعمل مجال اكس برضو، علشان هيقرر انه في تيار هيمر في الاطار بحيث يحقق الملف ده او الاطار ده مجال اكس عشان يعوض النقصان في المجال. طيب لو كان دون بقاعدة اليد اليمنى اكس المجال بتاع الحلقة دي او الاطار ده عمودي على الصفحة للداخل، يبقى ساعتها اتجاه التيار هيبقى مع عقارب الساعة. طب لو كانت هنا A وهنا B وهنا C وهنا D، يبقى ساعتها التيار هيمشي ازاي من A ل B؟ يبقى اتجاه التيار من A ل B، وقيمة الـ EMF كام؟ 2/10 فولت. أضاف في الاختيارات هلاقي الاختيار ج، ان القوة المتوسطة الـ EMF المتوسطة 2/10 فولت، والتيار ماشي من A إلى B مباشرة. نشوف السؤال اللي بعده، محول كهربي مثالي متعدد الملفات السنوية الذي يتم تشغيل إحداها فقط في كل مرة. الشكل بين المقابل يمثل علاقة بين فرق الجهد بين طرفي الملف السنوي وعدد اللفات للمحول الكهربي. عايز القدرة الناتجة في الملف السنوي، عايز القدرة في الملف السنوي لما يبقى عدد اللفات ب300 ومدين المقاومة مقدارها 40 أوم. تمام، نيجي بقى على لما بيكون عدد اللفات 300. بص كده هتلاقي كلمة 300 اهي، رقم 300 متحقق على رسم البيانات. امشي كده مع ال 300، شوف ال 300 بتتقاطع مع مين، هتلاقي ال 300 بتتقاطع مع ال 200. يعني لما بتبقى عدد اللفات 300 بيبقى ال في اس ب 200، يبقى عندنا ال في اس بيبقى كام؟ 200 فولت. طبعا انا هركز مع ال في اس لان انا هحتاجها دلوقتي، وعندنا ما ننساش ان الار قيمتها 40 أوم. تمام، هو عايز القدرة عند الملف السنوي باور اس، هنقول بيساوي في اس تربيع على الار،
يبقى انا هاخد ال200 الكل تربيع على ال40، ساعتها هتبقى القدرة حوالي 1000 واط. يبقى انا هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ده. نروح للسؤال رقم 55، في الشكل المقابل اذا كان السلك المستقيم والملفان اللولبيان لهم نفس المقاومة الأمية، فعند غلق المفتاح يكون الترتيب الصحيح للمصابيح من حيث وصولهم الى اقصى اضاءة هو ايه، علما بان المصابيح متماثلة وليها نفس المقاومة. هنقول ان التيار لما هقفل مفتاح التيار بينمو، هنقول التيار بينمو في السلك المستقيم اسرع من نمو التيار في الملف اللي قلبه هوائي، اسرع من نمو التيار في اللي قلبه حديد او قلبه من الحديد. يبقى تاني، نمو التيار بيبقى اسرع في السلك المستقيم وبعد منه الملف اللولبي اللي قلبه هوائي، والملف اللولبي اللي قلبه هوائي بيبقى اسرع من الملف اللولبي اللي قلبه من الحديد. يبقى دلوقتي المصباح مين اللي هينور اسرع؟ واحد زد، وبعدين اكس، وبعدين واي. طبعا السلك المستقيم ما عندوش حس ذاتي لانه لا يستطيع ان يقطع مجال نفسه، وبالتالي مش هتتولد ام اف مستحثه تعاكس نمو التيار، فالتيار بينمو بسرعه والمصباح ينور بسرعه. نيجي بقى هنا، الملف ده والملف ده فيهم ام اف مستحثه عكسيه وهتعاكس التيار، بس مين هيعاكس اكتر؟ الملف اللولبي اللي قلبه حديد هيعاكس اكتر، وبالتالي المصباح واي هيتاخر. امال مين هيسبقه؟ المصباح اكس. يبقى الترتيب، يبقى احنا هنقول عندنا في الاختيارات ان المصباح زد وبعدين اكس وبعدين ايه واي، يعني الاختيار رقم ب، زد وبعدين اكس وبعدين واي. السؤال رقم 56، دينامو تيار متردد يدور ملفه حول محور موازي لطوله والقوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فيه تحسب من العلاقة اي ام اف بتساوي 240 ساين 21600 تي، فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة خلال 3/4 دورة مبتدئة من وضع الصفر بتساوي كام؟ طيب احنا دلوقتي ممكن ناخد ايه من العلاقة دي؟ نعرف قيمة الـ EMF Max. الـ EMF Max بتساوي 240 فولت. تمام، هو عايز المتوسطة خلال 3/4 دورة. هقول الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي كام بقى؟ بتساوي ضعف الـ EMF Max على باي، ضعف القيمة العظمى على باي. دي مين؟ الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة. طب هو مش عايز المتوسطة خلال ربع دورة، أمال عايز إيه؟ عايز المتوسطة خلال 3/4 دورة. هقول له الـ EMF المتوسطة خلال 3/4 دورة بتساوي تلت المتوسطة، تلت المتوسطة خلال ربع دورة. يبقى الـ EMF المتوسطة خلال 3/4 دورة بتساوي تلت المتوسطة خلال ربع دورة، يعني تلت الكلام ده. يبقى انا هقول يساوي ادي التلت في الاتنين اهي، الـ EMF Max اللي هي 240 على الباي، تطلع المتوسطة خلال 3/4 دورة حوالي 51 فولت. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل محول كهربي مثالي يتصل بمصدر تيار متردد ومصباح، عايز يعرف نوع المحول. احنا عندنا المحولات احنا بنقول خافض للجهد رافع للجهد، لكن الكلمة عشان تتقال صح نقول محول خافض للجهد ورافع للتيار، ومحول رافع للجهد وخافض للتيار. فهنا لازم اعرف نوع المحول من خلال التيار. هو التيار في الابتدائي بكام؟ ب2/10. طيب التيار في الثانوي كام؟ 2 امبير، يعني التيار في الثانوي اكبر، يبقى المحول ده رافع للتيار يبقى خافض للجهد. يبقى هختار الف او ب، خافض للجهد. طيب انا ممكن اقول لكم على الاختيار الصحيح من غير ما نبص على الرسمه تاني. ليه؟ ادام خافض للجهد يبقى لازم الفي اس تبقى اقل من الفي بي، يعني اختار الاختيار رقم ب، خافض للجهد، وقيمة النسبة بين في اس والفي بي طبعا عشان خافض للجهد لازم دي تبقى اقل من دي، يبقى 1/10. طيب احنا عايزين بقى نثبتها من على الرسمة. ادام المحول مثالي اقدر استخدم القانون ده، في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس. يبقى الفي اس اللي هو طالبها على في بي بتساوي الاي بي اللي هي 2/10 على الاثنين، تطلع 1/10. يبقى هو الاختيار رقم ب فعلا. نشوف السؤال رقم 58،
اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين مقدار القوه الدافعه الكهربيه اي ام اف المستحثه المتولده بين طرفي كل سلك من مجموعه من الاسلاك مصنوعه من نفس الماده ولها نفس مساحه المقطع تتحرك جميعا بنفس السرعه المنتظمه عموديا على مجال منتظم والطول ال لكل من هذه الاسلاك. ادي الاي ام اف والال. هل في علاقه بين الاي ام اف والال؟ مش احنا عندنا الاي ام اف بتساوي سالب بلف ساين سيتا؟ اذا في علاقه بين الاي ام اف وطول السلك علاقه طرديه، يبقى انا هختار الاختيار رقم ب. السؤال رقم 59، في المحرك الكهربي ينعكس اتجاه التيار في الملف في اللحظه النهيب. طبعا هو مديني اختيارات، من ضمن الاختيارات بيقول لي بينعدم فيها عزم الازدواج المؤثر على الملف، ولا بتصل فيه كثافه الفيض لاقل قيمه، ولا ينعدم فيها الفيض بوسط الملف، ولا بتصل فيها قيمه القوى المغناطيسيه المؤثره على كل ضلع من اضلاع الملف للقيمه العظمى. عايزين نشوف يعني ايه يعكس التيار اتجاه التيار في الملف. طبعا التيار بينعكس في الملف في كل نصف دوره. لو انا حبيت ارسم العلاقه اللي بين التاو والسيتا او الزمن، هنقول ان بتبقى الرسمه بالمنظر ده. اولا بنبدا من الوضع الموازي عشان تبقى التاو قيمه عظمى، بنستخدم اسطوانه مشقوقه الى نصفين عشان نوحد عزم الدوران، وبالتالي عزم الدوران كله التاو كلها في الموجب، مفيش حد في السالب. احنا بنقول التيار بيعكس اتجاهه كل نصف دوره. طبعا هنا في ربع، معلش بالتكرار، هيبقى عندي ادي نصف الدوره اهو. طيب يبقى انت عايزين نشوف بعد نصف دوره دي كده، لو انا بدات احسب من هنا، يعني هسيب الربع دوره دي لوحدها، لو انا بدات احسب من هنا، لان دي هتتكرر في الاول بس، لكن بعد كده هيبقى عندي ده اللي بيتكرر قدام مني اهو، وهكذا. فاحنا عايزين نحسب كده، ادي نصف دوره، بعد نصف دوره هنا هيبدا التيار يعكس اتجاهه. في النقطه دي بتبقى التاو قيمتها بكام؟ بصفر. وبعدين نصف دوره يقوم خلالها التيار يعكس اتجاهه، ساعتها تبقى التاو بكام؟ بصفر. يبقى احنا بنقول التيار بيتعكس في الملف كل نصف دوره، وكل نصف دوره بيبقى عندي التاو قيمتها صفر، عشان كده هختار رقم ج لما ينعدم فيها عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الملف. السؤال رقم 60، الشكل المقابل يوضح دائره كهربيه تحتوي على بطاريه قوتها الدفع الكهربيه 10 فولت، مهمله المقاومه الداخليه، وملف حث معامل حثه الذاتي 10 ملي هنري، مقاومته الاوميه مهمله ومقاومه متغيره ار في، فاذا زيدت المقاومه المتغيره تدريجيا وكانت قيمتها عند لحظه معينه اثناء الزياده 10 اوم، فان التيار الكهربي المار في الدائره تكون شدته عند تلك اللحظه. عند تلك اللحظه يعني عند اللحظه اللي فيها وصلت للمقاومه 10 اوم. طيب السؤال ده بيقول بقى يعني عايز اختار هل هي بتساوي 1 امبير ولا اكبر من 1 ولا اقل من 1 امبير ولا فاصل للصفر ولا مساويه للصفر. السؤال ده كان يعني حلو لانه هو جاي بصيغه مختلفه، لانه كان بيجي قبل كده يقول لي بزياده الريستات او نقص الريستات ويكتفي بدون على اساس انا اعرف ايه اللي يحصل للتيار، واشوف في الحاله دي هل هتتكون في الملف اي ام اف مستحثه عكسيه ام طرديه. طيب نتخيل ان احنا عند اللحظه اللي فيها المقاومه 10 اوم اقدر احسب منها التيار. خلي بالكم الملف ده ملوش مقاومه، يبقى الاي بتساوي في على ار، يعني 10 على 10 ب1 امبير. طيب انت دلوقتي بتعمل ايه في المقاومه؟ انت بتزود المقاومه. طب لما تزود المقاومه التيار هيحصل له ايه؟ التيار هيقل. طيب لما التيار يتناقص ساعتها هتتولد اي ام اف مستحثه عكسيه ولا طرديه؟ طبعا طرديه، ولو طرديه بيبقى اتجاهها مع اتجاه التيار الاصلي، وبالتالي ساعتها التيار هيزيد عن قيمه 1، لان ساعتها لما اجي احسب الاي مش هعوض بال10، هجيب الاي ام اف المستحثه الطرديه واجمعها مع ال10 واقسم على 10، فهيكون الناتج اكبر من ال1، فهيبقى الاختيار رقم ب اكبر من 1 امبير. السؤال رقم 61، يقاس معامل حث الذاتي للملف بوحدة الهنري اللي بتكافئ ايه؟ الهنري بيكافئ اوم في ثانية، اوم في ثانية، وفولت في ثانية على امبير. يبقى احنا عندنا الوحدات اللي احنا بنتكلم عنها اوم في ثانية، فولت في ثانية على امبير، وبر على امبير، يبقى دي كلها وحدات. طيب انا هدور هنا في الاختيارات هلاقي عندي الاختيار الصحيح اوم في ثانية اللي هو الاختيار رقم ب.
كده احنا خلصنا أسئلة الفصل التالت، إن شاء الله هنحاول نحل امتحان شامل، وبرضه هنكمل المراجعات الجزئية من كتاب الامتحان بإذن الله. والسلام عليكم.